فوتنا ما شفتيش مالي؟ لا لا الله. ايه ده انت بتعملي ايه عندك؟ ده وقت نظافه. تعالي تعالي ماما. ماجي طنط طنط ماجي هاف ا نايس. شكرا يا حبيبي. حقك تضربيني باللي في رجلك، ما كله لك كدب على الام. ازيك يا ماما؟ قال يا مخلفة البنات يا شايلة الهم للممات. الله، كربونة من المرحومة مي وهي متضايقة مني. مش هروح يا ماما. يا لهوي على البصلة. ولو برضو مش هروح الكورس ده يا ماما. لا يا ماجي، هتروحي ورجلك فوق رقبتك. أنا ما دبتش مشوار من بيتي لغاية هنا بعد ما غلبتيني بالتليفونات اللي ما بترديش عليها عشان تقوليلي مش هروح يا ماما. لا، أنا حجزت خلاص. كورسي اللي اروح اتعلم فيه ازاي اتجوز؟ اهو علام زي اي علام، هنكفر بالعلم كمان؟ وبعدين يا ماجي حبيبتي، انت كسرتي 27 سنة، نفسي اشيلك عيل قبل ما اموت. يعني يرضيكي يا بنتي، في واحدة تكسر 27 سنة، في واحدة تكسر 27 سنة وهي لسه ما اتجوزتش؟ نصبتي؟ هو انت لسه ما ت... يا طنط الحاجات دي اسمها نصيب. بقول لك يا ماجي، اسمعي كلام امك يا حبيبتي، حاجه زي دي بتاعتي. طب بقول لكم ايه، انا هعمل معاكم اتفاق. انا كنت حاجزه نفرين في الكورس علشان يعني تبقى رجلي على رجل ماجي. بدل ما انا اروح معاها اتكلبشوا انتوا الاتنين في بعض وروحوا الكورس سوا. لا شكرا يا طن، شكرا، انا ما بقتش مهتمه خلاص. اتوكسي اللي اقوله يتسمع وتنفذوه. اللي اسمها ميرهان فتحي دي عامله كرسي ما بيخرش الميه. دول بيقولوا ما فيش بنت اتخرجت من عندها الا خلال شهر واحد بس كانت متجوزه. يا ماما بصي بس عليك. بس بسليش. اللي اقوله يتسمع وخلاص، فاضل على الكرسي ساعه واحده بس. لا ساعتين مش هينفع، انا ورايا شغل وما ينفعش اسيب المكتب. ما تقولي حاجه يا فتنه.